بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ليسهل على طالب العلم أن يذاكرها وأن يلم بها. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح، إذا قلنا الصحيح نستبعد الفاسد، عقد فاسد، وإذا قلنا الصحيح نستبعد الباطل، عقد باطل. ما الفرق بينهما أيها الأحباب؟ الفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. وأركان النكاح ثلاثة، إذا اختل منها ركن فالنكاح باطل. والشروط أربعة، إذا اختل منها شرط فالنكاح فاسد. الشروط الأربعة قلنا التعيين والرضا والولي والإشهاد عليه، لابد من أربعة شروط تتوفر في عقد النكاح. التعيين، ابني محمد ابنتك فاطمة، والرضا ما في غصب، ما في إجبار، ما في إكراه، والولي المرأة ما تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها، لابد من الولي، والولي لابد أن يكون رجل وله مواصفات، وإذا ما لها أحد في ترفع أمرها إلى القاضي والقاضي يتصرف، إما يعقد نكاحها بنفسه وإما أن يكلف أحدا ينوب عنه. والإشهاد ما يكون سر، لأن النكاح يعلن ويكون على الملأ، ويعرفون أن فلان سيتزوج فلانة لما يترتب عليه من أولاد ولما يترتب عليه من عقب إلى آخره. فنقول الشروط أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. وأما الأركان فهي ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الزوجان الخاليان من الموانع. قد يكون الزوج فيه مانع، عنده أربعة ويريد يأخذ واحدة خامسة، نقول لا ما يصير، الزوج في مانع. وقد تكون الزوجة فيها مانع، تكون في عصمة زوج آخر أو معتدة أو حامل أو مثلا قريب، يعني أخت لزوجته أو بنته، يعني أو زوجته وعمته أو خالته أو ما أشبه ذلك. الزوجان الخاليان من الموانع. والإجاب زوجتك ابنتي، والقبول قبلت هذا الزواج. فإذا كان كذلك نقول توفرت الشروط الأربعة والأركان الثلاثة. ثم هناك يعني محرمات في النكاح، محرمات لأجل النسب، لا يصح أن يتزوجها. لماذا؟ لأنها بنته. لماذا؟ لأنها أخته. لماذا؟ لأنها أمه، لأنها جدته، لأنها خالته، لأنها عمته إلى آخره، ومنصوص عليها لأجل النسب. ومحرمات لأجل المصاهرة، لأجل المصاهرة، لأنها أم زوجتي، لأنها ابنتها، لأنها خالتها، لأنها عمتها إلى آخره. والثالث
محرمات لأجل الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتمكنا يعني ذكرنا المحرمات وبدأنا بهن واحدة واحدة، وبقي علينا واحدة وهي الملاعنة. الملاعنة إذا حصل لعان بين الزوجين، يعني الشريعة الإسلامية لا خير إلا دلت الأمة عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فمثلا لو أن شخصا رمى امرأة بالفجور، قال فلانة حصل منها كذا وكذا فجور، نقول البينة أو حد في ظهرك، إما أنك تثبت ما قلته أو حد في ظهرك. كيف الحد؟ الحد 80 جلدة، وبعدين عقوبة معنوية وهو أننا نسقط شهادته. لو جاء يشهد عند القاضي نقول لا، شهادة فلان غير مقبولة ولا نقبلها. هذا إذا كانت امرأة من الجيران أو من المعارف أو من البلد أو، لكن المشكلة الآن إذا كان الاتهام لزوجته، إذا قلنا أثبت ما عنده إثبات، ما عنده إثبات، وإذا قلنا حد في ظهرك فجمعنا له بين مصيبتين كلاهما مر، جمعنا له بين أمرين كلاهما شاق. الفراش ذو النص بتصرف المرأة الخاطئ، الفراش ذو النص بتصرف المرأة الخاطئ، وأيضا جلد، جلدنا 80 جلدة، نقول لا، الزوج لا يجلد وإنما يلاعن، نجري اللعان، نجري اللعان، فإن ثبت عليه تم اللعان وفرقنا بينهما تفريقا مؤبدا إلى يوم القيامة. ليس كالطلاق، لأن الطلاق قد يكون طلاق رجعي ويقول راجعتها في المرة الأولى، طلقها مرة ثانية ويقول راجعتها، طلقها مرة ثالثة تزوج واحد آخر ويموت هذا الآخر أو يرغب عنها، ثم يبدو للأول أن يعود إليها فيعود بعقد جديد بعد أن تنكح زوجا غيره. لكن هذا لا، إذا كان باللعان تفريقا مؤبدا، وهذا من أسرار الشريعة الإسلامية ومزاياها، حيث أنه يعني تكفلت بحق المرأة وتكفلت بحق الرجل ألا يظلم، لأنه إذا كان قد رأى بعينه لكن ما عنده شيء إثبات، فنقول له بين ما عندي، حد في ظهرك معناه أنه أثقلنا عليه. لكن إذا قلنا عليك بالملاعنة وإذا لاعنا فرقنا بينهما تفريقا مؤبدا، أي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد حصل اللعان أيها الأحباب في وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام، في أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا اسمه هلال ابن أمية، هلال ابن أمية اتهم امرأته بأنها حصل منها كذا وكذا مع رجل اسمه شريك ابن سمحة، شريك ابن سمحة. المرأة قالت أبدا ما حصل، هو قال أنه حصل، فما العمل؟ قيل له البينة أو حد في ظهره، ما في حد في ظهره، فنزلت آية اللعان بمعنى يلاعن المرأة وترد عليه باللعان أيضا، ثم نفرق بينهم تفريقا مؤبدا، ثم نفرق بينهم تفريقا مؤبدا. واللعان موجود في الشريعة لما فيه من الحل ولما فيه من القضاء على المشكلة ولما فيه من إعطاء كل إنسان حقه. ومر بنا عن يعني يروي لنا سهل ابن سعد الخزرجي الأنصاري، سهل ابن سعد يقول حضرت الملاعنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا عمري 15 سنة في المدينة حضرت الملاعنة. ملاعنة من؟ ملاعنة هلال بن أمية على حينما اتهم امرأته بأنها حصل منها كذا وكذا مع رجل اسمه شريك بن سمحة. هي تنكر وشريك بن سمحة ينكر وهلال يقول لا حصل. فتمت الملاعنة ويرويها لنا الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل سهل ابن سعد الخزرجي الأنصاري. يقول بأنه حضرها شيخ تركي وعمره 15 عاما شاب في مقتبل العمر. ويقول ما وانا وحدي بل حضر ابن عمر وحضر ابن عباس وحضر عدد من الشباب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهو اسمه سهل ابن سعد الخزرجي الأنصاري. يقول شهدت الملاعنة وأنا عمري 15 عاما. ووالده سعد رضي الله عنه كان قد توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سهل فإنه عاش وكان مدة طويلة وكان من آخر من مات بالمدينة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله تاريخ حافل في الإسلام وفي السير على منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل الجهد والطاقة في نشر الإسلام وتعاليمه. وكان رجلا يعني عاقلا له من عنده من المروءة والأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة. سهل هذا يعني من الأمور الخاصة به يقول تزوجت 15 امرأة لكن من كرم أخلاقه وطيب سجاياه وحسن تعامله الود بينه وبينهن على أكمل وجه. فمن ذلك يقول حصلت مرة عزومة بالمدينة حفلة ودعي إليها سهل بن سعد رضي الله عنه ودعي إليها الناس الآخرين. وكان من ضمن المدعوات 9 نساء كان قد طلقهن. من ضمن المدعوات 9 نساء كان سهل قد طلقهن. فلما خرج وجدهن مجتمعات عند الباب. فلما خرج قلنا له كيف أنت يا أبا العباس؟ يعني كيف حالك؟ يسلمنا عليه وهذا دليل على حسن أخلاقه. يعني نعرف الآن في وقتنا لو واحد طلق حرمه كان أعوذ بالله يكون بينهم من العنى والتعب ويعني الأحقاد والكراهية إلى آخره. لكن 9 من هؤلاء 9 من 15 طلقهن. فلما يعني دعي وكنهن أيضا من المدعوات خرجنا ووقفنا له بالباب وقلنا له كيف أنت يا أبا العباس؟ وبعدين حسن التعامل في التعبير. لم يقلنا له كيف أنت يا سهل ولم يقلنا كيف أنت يا ابن سعد ولم يقلنا إلى آخره بأي لقب آخر وإنما بالكنية من باب التقدير والاحترام. كيف أنت يا أبو فلان يا أبا كيف أنت يا أبا العباس؟ فقال بخير والحمد لله. وقد ذكر هذه الدرر الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد الثالث في صفحة 422 ذكر عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأنه حضر بنفسه حضر الملاعنة. وطريقته أن يقف الرجل وتقف المرأة فيقول الرجل أشهد بأن امرأتي هذه حصل منها كذا وكذا. مش الأولى، الثانية كذلك، الثالثة كذلك، الرابعة كذا، الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انتهى. في الخامسة عندما يريد يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يأتي أحد الموجودين ويضع يده على فمه ويقول يا فلان اتق الله
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا نكل، وقد كادت المرأة في قصة في هذه القصة أن تنكل، يعني تلكعت لكنها نفذت ما طلب منها، ولا حصل منها أن تلكع. ثم يأتي دور المرأة فتقف، يعني ما هي تتكلم وهي جالسة، لا تقف وقوف، لأن هذا الأمر له أهميته وله مكانته وله ضخامته. فتقول: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، واحدة وثنتين وثلاث واربع، والخامسة، تقول والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالآن هو يقول لعنة، واللعن صعب، وهي تقول غضب، والغضب أصعب، لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأما الغضب فهو منتهى يعني العذاب ومنتهى الوقوع في المحذور، لأن غالبا العذاب والغضب غالبا أن يكون الإنسان حلف على أمر كذب، لأنها تدري، هي تدري هل حصل منها ولا ما حصل، هو قد يكون يعني الله أعلم، لكن هي تعرف حقيقة الأمر هل حصل أو لم يحصل. فإذا تم ذلك، فإذا كان من ضمنه عبارات اللعان وأن هذا الولد ليس مني ذكره، وإذا كان الولد معترف به وإنما بس المرأة هي التي حصل منها كذا وكذا فلا يذكر. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف بالإيضاح، لكن من أراد أن يعرف عن هذا الصحابي الجليل سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، فقد ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثالث في صفحة 422، يجد فيه بغياته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. النوع الثامن الملاعنة. لماذا سميناها الملاعنة؟ يعني نقول هذه مثلا المطلقة، هي ما هو طلقة، ملاعنة، أصعب أمر، أو المفارقة في الحياة، أو المتوفى عنها زوجها، مات كل الناس يموتون، يعني هو مثلا طلق طلاقا رجعيا، والطلاق يعني جعله الله حلا لكثير من المشاكل، لكن الملاعنة يعني ما افترقوا إلا لعجل اللعان، هو قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تحرم على الملاعن ويذكر في بابه، يعني سيأتي في بابه. ونعرف أن اللعان يكون به الفرقة المؤبدة، لأن قلنا طلق طلاق رجعي، من حقه أن يقول راجعت زوجتي ما دامت في العدة، طلق ثانية من حقه أن يقول راجعت ما دامت في العدة، طلق ثالثة من حقه أن يتزوج مرة أخرى إذا تزوجت ومات الزوج الأخير أو طلقها رغبة عنها. وبعدين عندنا الخلع، هي رغبت أن تبتدي نفسها واتفق على مبلغ تدفعه، فدفعت مبلغ، فنقول ثبت لدينا أن فلان خالع زوجته على مبلغ كذا وكذا، وقد تم استلامه للمبلغ منها في مجلس القضاء وانتهى. لكن لو بعد الكلام هذا بعشر دقائق رجعوا قالوا لا عدلنا، يعقد بينهم ولا حرج في ذلك. لو بعد دقائق، لأنه يعني الخلع إذا لم يكن بعبارة الطلاق فهو ليس بطلاق، وإنما يكون للتفريق بينهم ويحتاج إلى عقد، وإنما يكون الأمر بيد المرأة، إن رغبت في ذلك فنعم، وإلا فلا يملك. لأنه إذا كان طلاق رجعي، طلاق رجعي نقول فلان طلق، قال نعم طلق طلقة واحدة، بعد يوم يومين أو شهر أو أكثر أو أقل، يعني ما دامت في العدة، قال لا أنا خلاص أنا عدلت عن الطلاق، من حقه، أنا عدلت عن الطلاق، أنا راجعت زوجتي. وقلنا المراجعة تكون بأحد أمرين، إما أن يقول راجعت زوجتي، يتلفظ ويقول راجعت زوجتي، وإما أن يفعل ما يكون بين الرجل وأهله، ولو لم يقل شيئا
يعتبر هذا مراجعة، وهكذا. نعم. النوع التاسع: الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب، لقوله تعالى: الزانية لا يعني مرأة زانية، فإذا تزوجها الإنسان فسوف تدخل من الناس ما ليس منه وتنسب له أولادا ليس منه، لكن إذا تابت ورجعت إلى الرشد وعادت إلى الصواب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يعني تكون في هذا لها أجر ومغنم إذا رجعت إلى الجادة المستقيمة وابتعدت عن طريق الانحراف. الآن يقع عندنا مشكلة، يقول بعض العلماء: كيف نعرف أنها تابت؟ مر علينا في كتب سابقة قرأناها في منتهى الإرادات وفي الروض المربعة وكذا من الكتب، يقول: كيف نعرف؟ قالوا: أن تراود. لا، كيف نراودها؟ إذا راودناها معناه دعوناها إلى الخنا، دعوناها إلى الفجور، دعوناها إلى الانحراف. التوبة لها طرق نعرفها، فيبين من أمر التائب أنه صادق. التائب توبة نصوحة، أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فات وأن يعزم على عدم العودة، هذا هو التائب. أما ما قال بعض العلماء عليهم رحمة الله أن تراود فتعبى، لا، ربما إذا ترى ربما إذا حصلت المراودة انصاعت إليها، فيكون هذا إعانة لها على البغي والفجور. نعم. لقوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولأنه لا يؤمن أن غير مأمونة ما دام عندها الفجور وعندها الخنا وعندها الانحراف، ربما تمكن واحد من نفسها فتحمل فتنسبه إلى زوجها، فهي غير مأمونة. نعم. ولأنه لا يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره، فحرم نكاحها كالمعتدة، ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره. طيب، ويحرم عدتها على الزاني وغيره. أنا يرد عندي سؤال، يريد لدينا سؤال الآن، فيمكن نسأل يا مهندس. يقول هنا إنه ويحرم وطئها في عدتها على الزاني وغيره. يقول بعض الناس الآن: هي حصل بينه وبين فلان كذا وكذا، وجاءوا وقالوا نريد العقد. نقول: ما يصير عقد الآن لما نتأكد إنها ما حملت وأنها تابت. طيب، قالوا: لو حملت فهو منه كذا، لو حملت فهو منه. نقول: ما ومن يدرينا، لأن قد تكون مثل ما مكنته مكنت آخر غيره. فالموطوعة بزينة لا يمكن أن يعقد عليها سواء كان للزاني أو لغيره إلا بعد أن نتأكد من براءة الرحم. واضح يا شيخ؟ لأنها مدى مكنت هذا قد تمكن غيره. فحرم نكاحها كالمعتدة، ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره، لأن ولدها لا يلحق نسبه بأحد، فيؤدي تزويجها إلى اشتباه النسب. فأما الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد، بشبهة، الشبهة ليس فيها حد، لأن عندنا حد الزنا إذا كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فجلد 100 وتغريب عام. وآية الرجم ليست موجودة في المصحف، وإنما هي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. آية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. إذا كانت محصنة أو كان الإنسان محصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت.
وكان فيه آية في كتاب الله عز وجل، نسخت التلاوة وبقي الحكم، ونص التلاوة هكذا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت موجودة في المصحف، نسخت التلاوة والحكم باقي. الدليل على أن الحكم باقي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه رجم بالنسبة للمحصن وغرب وجلد بالنسبة لغير المحصن. وجاء رجل وقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا. كان عسيفا، ايش معنى عسيف؟ يعني صبي عنده. بعض البلاد يقول بشكار، بشكار يعني يشتغل عندهم، لكن هل بشكار ذا تعدى وزنى بصاحبة البيت؟ إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، وإني افتديت ابني بكذا، وإني سألت أهل العلم فذكروا لي أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإذا كان يعني مثلا ليس محصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما على ابنك كذا وكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس. عنده أنيس يرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام في المهمات، واغدو يا أنيس يعني رح معه إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فدل على أن الرجم باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. فإذا كان بشبهة فلا يقام عليه الحد، يعني لو أن رجلا واقع امرأة بشبهة وليس قصد الزنا، يعني مثلا نقول اثنين يتزوجون، وقد يحصل هذا كثير، اثنين يتزوجون وفي قصر واحد، ثم يدخلون محمد على الغرفة اللي فيها فاطمة وهي زوجته، ويدخلون سعد على الغرفة اللي فيها ليلى وهي غير زوجته، وكل واحد ما يعرف الثاني، فيحصل بينهم ما يحصل، وكل واحد يظن أنها زوجته، فيتبين بعد ذلك أنها زوجة صاحبه. نقول هذا بشبهة، يعني ليس زنا متعمد، وإنما هو بشبهة. بل الحد لا يقام إلا بتوفر ثلاثة شروط: انتفاء، أولا تغييب الحشفة، تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج، ثانيا انتفاء الشبهة يعني ما في شبهة، ثالثا الثبوت، والثبوت يكون بأحد أمرين: إما الإقرار وإما الشهادة. فإذا حصل هذا فإنه يقام الحد على المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، وغير المحصن جلد 100 وتغريب عام. وأما المحصن والولد، الولد ينسب لأبيه، ما نقول ولد زنا لا، لأننا ندرى الشبهة. نعم. فأما الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فهل يحرم؟ فظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ، لقوله: في الذي تزوج امرأة في عدتها له أن ينكحها بعد انقضاء العدتين، وذلك لأنه وطء في غير ملك أشبه الوطء المحرم، ويحتمل ألا تحرم على الواطئ لأن نسب ولدها لاحق به فأشبهت المعتدة من النكاح. فصل. واخذنا الآن مسألة أيضا باقية أيضا في موضوع المحرمات في النكاح. عندنا واحد ما ندري نقول ليلى ولا نقول محمد، ما ندري نقول ليلى ولا نقول فاطمة ولا نقول سعد، ما ندري هو رجال ولا حرمة. هذا يسمى بالخنثى، الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، فلا يمكن أن نزوجه مدام خنثى، لأننا قد نزوجه على أساس أنه امرأة وإذا به رجل، وقد نزوجه على أساس أنه رجل وإذا به امرأة. وإذا طلب فنتأكد ما هو الشيء الذي يناسب له، هل يناسب له امرأة ولا رجل، ونتأكد. والآن عندنا من الوسائل في الطب وفي إجراء المختبرات وفي التحاليل ما يثبت لنا
هل هو رجل أو امرأة. نعم. واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل. لأن عندنا الخنثى خنثى غير مشكل، يعني ما ندري، لكن حصل حيض قلنا لا هذا مرأة، ما ندري لكن خرجت اللحية قلنا لا هذا رجال، لكن ما حصل حيض ولا نبتت اللحية ولا ندري، فهذا يسمى مشكل. وفي الميراث نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وانتهى الأمر. نعم. فقال أبو بكر لا يصح نكاحه، ونص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني لأنه شكوك في حله للرجال والنساء فلم يحل، كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت. وقال الخرقي كما لو اشتبهت أجنبية بالأخت، ما إذا كان أحد ما ندري أخته ولا أجنبية نتوقف ولا نزوجه إياها حتى نتأكد، فإن كانت أخت فلا يصح، وإن كانت أجنبية عقدناها. نعم. وقال الخرقي يرجع إلى قوله هل هو رجل ولا امرأة، بعدين قد لا نثق به، لكن نرجع إلى كلام الأطباء، إلى أهل الخبرة والدراية وأهل العلم، وهنا مثلا أطباء المسالك وما أشبه ذلك هم الذين يقومونه. فإن قال إني رجل حل له النساء قلنا تزوج. نعم. وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا. نعم. لأنه معنى لا يعرف إلا من جهته، يقول في وقت المؤلف ما يعرف إلا من جهته، لكن الآن نقول الأطباء قد يكون لديهم من العلم والدراية والمعرفة ما يساعدنا على بيان حقيقته أرجل هو أو امرأة. نعم. لأنه يقول هنا لا يعرف إلا من طريقه، نقول ونعرفه عن طريق الأطباء أهل الدراية أهل المعرفة أهل الاختصاص، كذا يا مهندس؟ نعم. وليس فيه إيجاب حق على غيره، فوجب أن يقبل منه كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها، كما نقبل قول المرأة في انقضاء المعتدات. لأن لو رجعنا إلى كتاب العدد يقول تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد في خلاف. والمعتدات ست، وأولهن الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، لكن عندنا ذات الأقرى بعضهن تحيض في الشهرين مرة، معناه أنها تحتاج ستة أشهر، وبعضهن في الثلاثة الأشهر مرة، معناها تحتاج إلى تسعة أشهر للعدة، وبعضهن تحيض يوم وليلة. لأن مر بنا في الحيض فإن قلنا إنه دم طبيعة وجبلة، وإنه أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه ستة أيام أو سبعة، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. وجاءت امرأة إلى الخليفة رضي الله عنه وقالت إنها انتهت العدة. كم يوم؟ قال شهر. ما يصير ثلاث حيضات في شهر، ما يصير. فسأل بعض من عنده قالوا إذا جاءت ببينة من أهلها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. سألوها قالت إني حضت يوم وليلة ثم أقل طهر بين حيضتين 13 صاروا 14 يوم، ثم يوم وليلة صاروا 15 يوم، ثم 13 صاروا 27 يوم، ثم يوم وليلة، فنهاية الشهر كمل. فإذا وجد جاءت ببينة من النساء الموثوقات، يعني كأخواتها وعماتها وخالاتها، بأن حيضهن يوم وليلة، فنعم. فيقول هنا يقبل كلام المرأة إذا قالت انتهت العدة، ويقبل بالبينة، لأنه لا يدرى إلا من يدري أن حائض ولا أنها اغتسلت، ما يدري حد غيرها. نعم. فعلى هذا
إن عاد بعد نكاح المرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميعه إن كان بعده ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء وإن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه فإذا زال النكاح فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه وسواء دخل به أو لم يدخل ويحرم عليه النكاح بعد ذلك لما ذكرناه. فصل. النوع العاشر التحريم للإحرام. إذا كان الإنسان محرم فلا يصح له العقد حتى ينتهي نسكه لا يصح له العقد حتى ينتهي النسك لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح يعني لا يعقد ولا يزوج ولا يتزوج. وأذكر قبل شهر هنا في مكة يكون في جماعة جو من المدينة وكانوا على أساس أنهم يتزوجون في مكة فالرجل جاء من المدينة ولما مر بذي الحليفة ويا بيار علي قال أخذ عمره ويعني أستفيد لبس الإحرام وقال لبيك عمره. لما جاء وصل مكة قال والجماعة مجتمعين في أحد الأحياء في مكة لإجراء راح بإحراماته ودخل عليهم المأذون قال وين العريس قالوا هذا قال هذا محرم ما يجوز لازم أنه يخلص عمرته. طيب العمر وش علاقة قال لا هذا نص شرعي بأن المحرم لا يتزوج ولا يزوج وحتى لا يكون وكيلا لا يكون وكيلا في الزواج وإنما ما في مانع يكون شاهد وإذا وجد غيره فهو أولى لكن وقد تلبس بالنسك فلا يصح أن يكون يعني تكون امرأة ليعقد عليها أو رجلا ليعقد له. نعم بينما الناس يتساهلون في هذا. نعم. فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة ولا يجوز عقد المحرم نكاح غيره ومتى عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة أو عقد المحرم نكاحا لغيره أو لنفسه فالعقد باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولأنه عارض منع الطيب الطيب ممنوع أنه يتطيب ما دام محرم فمنع النكاح كالعدة وعن أنه أن عقد المحرم النكاح لغيره صحيح لأنه حرم لكونه من دواعي الوطء ولا يحصل ذلك بكونه وليا والأول أصح لعموم الخبر. فأما إن كان شاهدا في النكاح إن عقد بشهادته لأنه من أهل الشهادة فأشبه الحلال وتكره له الشهادة والخطبة للخبر في الخطبة والشهادة في معناها لأنها معونة على النكاح. نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب ونقرأ ما لدينا من أسئلة. أحد الأحبة جزاه الله خير يقول من خالع زوجته على مبلغ ثم رجع عن ذلك فهل يلزم؟ نقول إذا قال القاضي ثبت لدي أو قال عجزته أو قال أمضيته فلا رجعة فيه. وإذا مجرد كلام ما اتفقوا على شيء فهذا شيء آخر. لكن إذا قال القاضي إن المرأة طلبت وإن الرجل خالعها وقال خالعتك على كذا وقالت ألتزم بدفع كذا وبعد سماع وحيث
أجزت ما تقدم وأمضيته فهو يكون لازم. يقول هنا خالع زوجته الرابعة، فهل عليها عدة؟ نقول نعم، لأن قد تكون حامل، لا بد من العدة، قد يكون في بطنها ولد حامل ولا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها. ثم يقول السائل الكريم، وهل له أن يعقد على رابعة بدلا عنها؟ لا، حتى تنتهي عدتها. ما دامت باقية في العدة فليس له أن يعقد على أخرى. السائل الكريم أيضا، من المعلوم أن المحلل حرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، ويسمى المحلل التيس المستعار. فلو أن شخصا عقد على فتاة لأجل أن يعيدها إلى زوجها خشية لو تركها تزوجت غيره ثم تأثرت وتأثر أولادها وكذا، نقول نيته يؤجر عليها لكن عمله لا يجوز.